نروح دلوقتي لمؤسسة حياة كريمة، لأن احنا عارفين إن مؤسسة حياة كريمة من أول ما طلعت وهي قايمة على دورها الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية تحديدا، عشان كده كانت حريصة على إن هي تكون موجودة في رمضان وتشارك في الدوريات الرمضانية تحديدا، وتشجيع الشباب على إن هم يمارسوا لعبة كرة القدم والرياضة بشكل عام. حياة كريمة بتشارك في المبادرات دي أو المباريات الخاصة بالدوريات الرمضانية من خلال الشباب اللي تطوعوا في توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في رمضان، وده تقديرا لجهودهم في نفس الوقت بيكون في روح من الود والمنافسة ما بين الشباب والمتطوعين. مؤسسة حياة كريمة أعلنت مشاركتها في بطولة سيتي كلاب رمضانية من أجل تشجيع الشباب على الرياضة وممارستها في شهر رمضان المبارك ومساعدتهم على استغلال وقتهم بشكل سليم، وده بالتعاون مع مؤسسات التحالف الوطني وبمشاركة أكتر من 100 فريق و1000 لاعب. دورة رمضانية على أعلى مستوى بإذن الله، بيشارك فيها حوالي 98 فريق في الأندية المختلفة الموجودة عندنا في المحافظات. إن احنا نهتم بالرياضة دي حاجة مهمة، وان احنا نبدا بدوري والدوري ده يكون فيه متطوعين اللي طول الوقت الصبح بيخدموا الناس في القرى وبيعملوا انشطه ان هم يبقى ليهم الوقت يعملوا الحاجه اللي هم بيحبوها ونشاط وبشكل منظم وجميل. دي حاجه احنا نفتخر ان احنا بنعملها السنه دي مع سيتي كلاب. شهر رمضان مرتبط بمجموعه من الفعاليات الثقافيه والدينيه وكمان الرياضيه، فان احنا نكون موجودين بمتطوعين بمشاركين في الدورات الرمضانيه ده حاجه مهمه جدا. احنا مشاركين بفريق واحد، وطبعا ده كان يعني لمس مع الشباب فرحه في قلوبهم، لان المتطوعين طبعا مهم جدا احنا نهتم بيهم بمواهبهم الرياضيه وبنشاطهم الرياضي. اول مره التحالف الوطني يشارك معنا بعد البروتوكول بكل مؤسساته. الهدف من الموضوع ان الشباب يلعبوا ويندمجوا مع بعض وتحت مظله التحالف الوطني وأندية سيتي كلاب كلها في كل المحافظات. تم تنظيم المباريات في 5 ملاعب من فروع سيتي كلاب في مدن شبين الكوم، كفر الشيخ، العبور، وبنها وطنطا. وبتستهدف المؤسسة دمج الشباب المتطوع من كافة مؤسسات المجتمع المدني في نشاط واحد، وممارسة الرياضة المحببة ليهم واللعب جنبا إلى جنب على غرار عملهم سويا في أنشطة شهر رمضان الكريم من توزيع مواد غذائية وغيره، وده من أجل إنشاء علاقة من المودة وروح المنافسة بين المتطوعين في مختلف المحافظات وتقديرا لجهودهم خلال شهر رمضان. تقام البطولة من خلال أدوار تأهيلية في 5 مدن، ثم بطولة الأبطال ويلتقي فيها الفائزون من كل مدينة، وتقام بطولة الأبطال في سيتي كلاب في بنها.